انا والله متزوج، يعني متزوج، متزوج هذه الرابعه ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. لو شوف السفر كله منافع، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وسع السفر، السفر كله منافع، تعلم منه برش حاجات، تفيق يفيدك في برش حاجات، ولكن زاد يتعبك في برش حاجات. كيف شنو؟ الفرقة، الفراق. لي أول ما جيت لإيطاليا لهنا ما عنديش أوراق، حتى واحد ما جاء ديريكت تعطاه الأوراق. تعديت الفترة اللي عندي كلاندستان، فهمني، نورمال كيف الناس كل. توفى فيها الوالد بتاعي، معناتها أستاذي وصاحبي وكل، توفى فيها، وأنا ما نجمش نهبط لتونس. والصعيبة هذه يا مسافر وحدة، يا مسافر وحدة وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغل. حسين عطاء فنان تونسي مطرب ممثل في عايش في روما، 26 موني في إيطاليا في روما. كيف جيت إيطاليا؟ شنو كيف جيتك الفكرة؟ جيت الفكرة، هربت من تونس، هربت هروب في الباتو، خليت الباسبور، خليت الدنيا كل، خليت فلوسي، خليت حوايجي، خليت الدنيا كلها، هبطت هكا كما أنا، ربنا كما خلقتنا. كيف جيت؟ هبطت ولاباس الحمد لله. بعد عملت مطلب عفو بكوني ضعت وما نعرفش نتكلم اللغة، و ما لقيتش كيفاش نرجع، وتو لقيت خدمة وكونترات حسب سلكت. كيفاش أول جمعة أول شهر في إيطاليا؟ أول عام قول في باليرمو، لا في حفصية، حفصية حتى ما بالي، حتى ما أوروبا، قلت ويني لأوروبا؟ كذبة كذبة. حسيت لمحة، من بعد عرفت الحكاية اللي هي كذبة، كلها كذبة. غادي هبطت روما، جيت في روما هكا، وليت كارتاجينيزي دي روما. فن خدمته في تونس، قريته الفن، والله بدا معايا من صغري، من الحليب كما نقولوا. والدي فنان، من عائله فنيه، ضعت معاهم الفن حتى ترعرعت في الفن الى يومنا هذا. معناتها ما عنديش معناتها خدمه اخرى كما نقولوا، خدمتي كالفن معناتها ملي في تونس، وحتى هنا في ايطاليا الحمد لله لقيت معناتها المجال تاعي انا، المجال الفني. والله نغني كل شيء، انا نغني غناء صوفي، كانتو صوفي دي شامو، خاطر ترعرعت بالسلامية أنا والمداح والأذكار، ومن بعد قرينا شوية موسيقى ودخلنا معناتها المنهج الثاني اللي هو الوترية. بالنسبة لي أنا منهج ثاني، خاطر المنهج الأولاني هو المدرسة القرآنية والمدرسة الصوفية، ترعرعت في هذيك، لقيت من بعد المجال معناتها المهلي دي شامو. الطريقة الصوفية هي سهلت لي الانتقال إلى الوترية، خاطر بالوقت ذاك ترعرع واحد مقامات، ترعرع في الإيقاعات، ترعرع حتى بالسمع من غير حتى آلة صاحبه، ترعرع في الشيء ذاك. القام بعد الوترية حاجة أسهل سهلة. شو بارتي ديال الأوركسترا دي بيسا فيتوريو، فرقة اسمها فرقة بياتسا فيتوريو من روما. عملنا حتى كارتاج وشاركنا في كارتاج، حمامات في الجم، معناتها ندوروا حول العالم، نخدموا مع تبع وزارة الخارجية الإيطالية. حول العالم فين؟ في العالم كل، في العالم كل، في العالم كل، مثلوا إيطاليا. شنو هم البلدان؟ الكل، أستراليا، أمريكا، سود أمريكا، أفريقيا، الخليج، دبي، بشان 14 جانفي عنا دبي. ندوروا معناتها في كل، في كل مكان في العالم. الحمد لله عملت اسم والحمد لله. إيطاليا، إيطاليا، إيطاليا بلادي، بلادي إيطاليا. أنا صغري، أوكي صغري في تونس، لكن الشباب كل تعدى في إيطاليا. إيطاليا عبارة بلاد تانية، بلاد تانية، سي بلاد الأم تونس، ميكا تونس الغالية، بيرو بلاد تانية هي إيطاليا. أنا الأداءات خلصهم هوني، خلصهم في تونس.
انا نعيش هوني، انا اولادي تولدوا هوني، حياتهم مش عارف هنا ولا غادي، خاطر ما ظهر لي كان غادي. هما توا في المانيا دخلتوا ما بالايطاليه واللغه الالمانيه، ومن بعد باش تعيشهم في تونس بين لغه باش يحكيو. هذيك الغربه، الغربه ما تعرفش على روحك وين تصبح بعد. احكينا تجربتك الغربه، تجربه الغربه. والله الغربه باهية، فيها منافع. لو شوف السفر كله منافع، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وسع السفر، السفر كله منافع، تعلم منه برشا حاجات، يفيدك في برشا حاجات، ولكن زاد يتعبك في برشا حاجات. كيف شنو؟ الفرقة، الفراق. قلت لي أول ما جيت لإيطاليا لهنا ما عنديش أوراق، حتى واحد ما جاء ديريكت عطاه الأوراق. تعديت الفترة اللي عندي كلاندستان، فهمني نورمال كيف الناس الكل. توفى فيها الوالد بتاعي، معناتها أستاذي وصاحبي وكل، توفى فيها، وأنا ما نجمش نهبط لتونس. والصعيبة هذه قاتلك حسيتها، هاي الغربة، هذه الغربة. فيها حاجات توجع، فيها حاجات، فيها السلبي وفيها الإيجابي، كل في كل حاجة تم السلبي وتم الإيجابي. فيها فوائد، تم مثلا واحد يتغرب من بلاده مثلا المولد رزق، مش يمشي يلقى مولد رزق نتاعو، أعمل الفلوس، تغرب وشقى وتعب وكذا وعمل الفلوس، عمل معناتها هاو فيها منفعة. وفيها مثلا مضرات أخرى، مثلا يتوفى حد ما ينجمش يروح يشوفه، تم شويات، تم شوية في الغربة. وفي بلادك ما تباتش من غير عشاء، هون تبات من غير عشاء. تعبت عليك انا ايمات سعيد؟ لا الحمد لله، الحمد لله بيرو اخي ما تعديش عليك انت، تعدى على غيرك اخي، معناتها الدنيا كلها انا، لا مو انا وغيري وغيري وغيري، نحن نكونوا مجتمع، كلنا نكونوا مجتمع، معناتها فينا تم ناس تعديت عليهم ساكن امور ايام قاصحه وايام، الحمد لله الحمد لله. الفن ما خلاهاش بيا. عاملك الفن باش تندمج مجتمع؟ والله طبعا طبعا، خاطر لغة العالم كلها هي الموسيقى، في أي بلاد في العالم بالموسيقى تنجم تحكي معهم، تم ديالوجو موسيقيا حتى من غير لغة، من غير ما نفهم مش قاعد تقول وأنا مش قاعد تقول، بينما لينوت يوصلوا، تم تواصل بين الإنسان ذاك والآخر من غير لغة بالموسيقى. أصعب فترة عديتها؟ أصعب فترة اللي ولادي بعد عليها، ثلاث سنين في ألمانيا، صارت بريود تاع الكوفيد ما نجمش نمشي غادي، هما معناتها شادي غادي عاملين تم حد يدخل وحد يخرج، مكتار مش كيما هناك كيف التهالية. إن شاء الله بعد ثلاث سنين باش نشوف ولادي. إن شاء الله ربي يفضلهم يعيش. متزوج أنت توا؟ أنا والله متزوج هذه الرابعة ما شاء الله. الحمد لله في إيطاليا تزوجت ديما ولا تزوجت؟ لا أول زواج عندي في تونس، أول زواج في تونس، وثاني زواج هنا، ثالث زواج في ميلانو، ورابع زواج هنا. المهم واحد يتنقل شوية خير من اللي شاهد بلاصة واحدة. شنو الفرق لهنا في معناتها في عالم الفن بين مثلا في إيطاليا حسب الخبرة بتاعك في تونس؟ والله الاحترام الفني في تونس ما تمش، ما عندناش. كيفاش معناتها ما يقدروش الفنان، ما يقدروش، معناتها عمل فنان عمل فني ما يقدروش في تونس، ما يعطيوش قيمة، ما يعطيولوش نظرة. لا هلا كيفاش يتم تعامل هوني؟ أي كذبة تكذبها يصدقوها، هوني تكذب كذبة يصدقوها، يقول لك كبالو هذي تعمل في حاجة معناتها بسيطة جدا، يحسك بكونك تعمل في حاجة ميرافيليوز، حاجة مزيانة حتى معنويا. أعطيني كومبليمون معنوية هما لفت النظر عليا. في تونس ما عندناش لفتة النظر، ما عندناش هذاك، علاش يضيعوهم الفنانين المواهب اللي عندنا، يضيعوها يقتلوها. تو شكون اللي ماشي في تونس؟
اغاني شنو اللي ماشي فيه؟ ماشي كان الراب شويه راب. شنو راب؟ كلام زايد وكلام كلام كلام كله والله رديء جدا، كلام رديء. من العباد كانت تغني تغني الشعر من الشعراء كبار، ولينا نغنيو الرداء والعباد تسمع فيها ومن عاش العائله كلها صغير وكبير تربيناش هكا. نحن تربينا في عهد بورقيبه، في عهد بورقيبه نسمعوا على الصباح نقوموا نسمعوا فيروز وفريد لابس. لا فريد لا فريد ما تعطينيش على الصباح، هذا صباح تسكر لي خويا دير الربيع ودير قرار هكا. عليه خويا عليه ديجا واحد كي يقوم من النوم يقوم صوته قرار، تزيد تعطيه على ايه من بعد نص النهار. ليه من بعد تبدا نص النهار عاد ما ترجع لحيرات يرجعوا عاد للدار والمريقلة والامور اللي تخسر الصابون واللي تخسر معون واللي تطيب فهمني. عبد الحليم العبد عبدو تد لا ساعات يعملوا فايز احمد ويعمل معناتها البريود هذيك ديما وقت الفطور ديما الحكايه هذوكم الاغاني الخفيفه اغاني نتاع الحب والعشيه عاد تبدا يبدا عبد الوهاب عاد يبدا محمد عبد الوهاب خويا يبدا العشيه مخ تبدا عبد الوهاب خويا تبدا شيخ على الروح وثم اللي يحطوا فريد عقاب الليل فاتي عقاب الليل يحطوا ام كلثوم هذيك في الليل هذيك عشرة تبدا عاد ام كلثوم عندها اسم نفس تحب ترقد خويا شويه قرار على روحك في من الليل يعطيك ونا بومبا في من الليل فريد ترقد وتقوم الصباح نفس الحكايه الاذن نتاعك تولي فنيه تولي تعرف تذوق. يعطيك الصحه خويا يعيشك عملنا حوار بسيط هكا مشيت جاع الغفله جاع الغفله كما نقول وسلمنا على تونس وشعب تونس كل والتوانسة اللي في الغربة الكل ربي سهل لهم غربتهم هكا سهل عليهم غربتهم هكا. انت الناس خيار انت ليا وانا لي كل وقت وكل مكان حن عليا الحن عليك يا ليت يا ليت